فهام كبير وجسيمة. بوجودكم سنمنع أي تخطيط عدواني للحوثي. أتمنى أنه تحافظوا على مستوى الانضباط والمزيد من التدريب وتعملوا على تحقيق الهدف المرجو. وأنا أثق أن في رجال يحملون هم وطن ما جاءوا يتعسكروا من أجل الصرف في قضية يحملها مهام كبيرة وجسيمة. بوجودكم سنمنع أي تخطيط عدواني للحوثي. أتمنى أنه تحافظوا على مستوى الانضباط والمزيد من التدريب وتعملوا على تحقيق الهدف المرجو. وأنا أثق أن في رجال يحملون هم وطن ما جاءوا يتعسكروا من أجل الصرف في قضية يحملها.